أبوي محكوم 18 سنة، له 3 سنين مش 3 سنين تقريبا ونص محبوس في السجن، لما يطلع أكون كبير يعني 32 سنة لما يطلع بدي أكون متجوز نص حياتي أكون مش فاهمش بعد. أنا هلا قاعد بزور كل شهر ونص تقريبا مرة واحدة، فبصير يعني كل سنة مرة، وممكن إنه مرة ما أزورش مرة يعني. فصار عندي زي نظرة مختلفة في البلوغ او اني اكبر، فصرت كل ما بدي اكبر بدي احسب وبدي اخسر، ده بسبب اني انا عمالي بكبر وتخسر اني بطل اشوف ابوي. يكون الدار 9:30 و5 نطلع من الدار، تبقى سيارة تستنى فيها الشارع، نروح الصليب، نركب سيارات الصليب، نلف بساط الصليب. احنا زورنا في صابرين عمل 10 سنين، اخواتي في السجن رام روس مرمزي، في 2 في سجن النقب، وواحد مقلوب جديد في نفحة، ونزورهم على الساعة 5 الصبح، وامي وابوي ممنوعين من الزيارة. الساعة 6 نتحرك من السجن، باص الصليب، نروح على محسن تركون، ننزل من باص الصليب على باص يهود. Thank you.
Ti sei con la forza? We'll see.